السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا سرعة الأيام سرعة تمر وأنت ما دريت عن نفسك. خلاني أقول هذا الكلام يوم إن دريت إن اليوم 1 شعبان. العرب يسمون شعبان قصير بسبب سرعته. مرة من المرات دق علي واحد من الأخوان وقال لي: يا أبو عبد الملك، تراني حجزت لك لبين سافر للخارج. قلت له من باب المزح: أنت اخترت شهر شعبان؟ قال: وش فيها؟ قلت: ما يمدينا نوصل للديرة اللي احنا رايحين لها إلا الشهر مخلص. رجال ضحك، صدم بكلامي وصدم برفضي. هذا الكلام له 11 سنة، مر علينا 11 شعبان. شفتوا الأيام قديش سريعة؟ تعلمني شايب بهالسالفة. يقول: كنت زمان في بداية الطفرة عندي خوي لي وكنا طفارة. يقول: نشتغل مع المكاتب العقارية، هذا نوصل له زبون، وهذا نعدل له صك، وهذا نصلح له مخطط وندابت. والخويي سبحان الله العظيم مفتون بحدائق القصور، إذا دخلنا عند واحد من التجار على طول نصح حديقة القصر، وراح للعمال: شيلوا هذا وعدلوا هذا، وهذا وراكم ناطلين كذا. يقول: أجي أنا أقول: يا أخي وش دخلك؟ يقول يرد ويقول: والله إني ما جي عند هالتجار إلا لجل حدائقهم، أبي أشوفها وأشوف زينها وأتفرج عليها. يقول: حالتنا حالة وطفارة ومرنا تايدة. يقولوا: مرت الأيام وافترقت أنا وخويي الطفران. يقولوا: بعد 15 سنة سويت لي إعلان بجريدة، وهالجريدة طاحت في يد خويي وعرف رقمي ودق علي. يقول: سلام وكلام ويا مرحبا ويا مسهلا، قال: أبيك تقهوى عندي اليوم بعد العصر. قلت: سم، وصف لي متانك. يقول: ركبت موتري ورحت على الوصف وجيت على الموعد. يقول: وجيلة والله من هاك القصر وخوينا جاسم حديقته. لا والله ما علي، ويرش حديقة القصر. يقول: سلمت عليه: حياك الله بياك الله، وشلونك؟ لقيت حاطن قهوة وشاه. يقول: قمت تقهوة وسولف ونشته، قلت له: القصر هذا من هو له؟ قال لي: ما شاء الله، أخيرا صارت لك حديقة. يقول: سبحان اللي حقق له أمنيته بعد 15 سنة، وصار له قصر وصار له حديقة. ترى كثير من الأحلام والأماني تتحقق وحنا ما نشعر بها، لأن نسينا إن كنا نتمناها في يوم من الأيام. يقول شايب: أمنيتي كانت وأنا صغير إني آكل العبري النبق بحيث إني ما أتعب فيه. يقول: الحين صار يجيني في البيت وعلى هالكبر. تشغلون أنفسكم بالتفكير في المستقبل فترهقونه، اتركوها على الله وابشروا بالخير، وفي السماء رزقكم وما توعدون. أيضا بعض الأماني اللي نتمناها ربنا سبحانه من رحمته ما يحققها لنا، لأنها لو تحققتنا لضرتنا. أمانينا وأماني اللي قبلنا وأماني اللي بعدنا لن تنقص من ملك الله شيء. السلام عليكم، تصبحون على خير.